شيخنا الكريم، لعلك تتفق معنا أن وتيرة المشاعر أو الشعائر عفوا في مكة المكرمة، في المشاعر المقدسة تحديدا لمن هم يؤدون فريضة الحج، بدأت تزداد سرعة أحسن الله عليكم فيما يتعلق بوجود رمي الجمار، كذلك المبيت في منى، طواف الإفاضة والسعي وغيرها والحلق وغيرها من الفرائض والشعائر التي فرض الله عز وجل في هذا النسك. ألا يمكن أن نقول شيخنا الكريم أن قلة التفقه بدين الله عز وجل قد تجعل بعض الحجيج يحرجون أنفسهم في هذه في أداء هذه الفريضة العظيمة، ربما يؤدي بذلك إلى وجود يعني نوع من الفدي أو الدخول في بعض الاستفتاءات وغير ذلك، وهذا عائد إلى قلة التفقه في دين الله عز وجل وتحديدا في فريضة الحج؟ أنا أقول أنه لا بد أن يسبق العمل العلم، أن يكون الإنسان لديه معرفة بما يفعله من طاعات، يلازم يعني إما أنه يتعرف على هذا النسك أو يسأل يعني أحدا من أهل العلم قبل أن يدخل في هذا النسك حتى لا يترتب على ذلك إشكالات يسعى لتصحيحها. فما جعله الله أو شرعه الله تبارك وتعالى من الهدي مثلا لبعض العوارض مثل حلق الرأس، فمن كان به أذى من رأس فدية من صيام أو صدقة أو نسك، هنا نقول هذا تخفيف من الله عز وجل، لكن ينبغي للإنسان ألا يصل إلى هذه المرحلة، وخاصة إذا كان عنده اختيار، يعني ليس مضطرا. فإذا كان الإنسان عنده اختيار ينبغي ألا يصل إلى مرحلة الوقوع في المحظورات مثل تغطية الرأس أو الأخذ من الشعر أو ما إلى ذلك من مخالفات الحج. فهذا أمر في غاية الأهمية، وهي أن يكون مسبوقا بالعلم. الأمر الآخر، بعض الناس أيضا يأخذ أعمال الحج أو غيرها من الطاعات، لكن أعمال الحج على وجه الخصوص يعني عملا مجردا، نقول أنه ما يتعلق حتى مثلا برمي الجمار أو الطواف أو ما إلى ذلك من الأعمال، إنما شرعت لغاية يعني لغاية وهدف عظيم، وهو إعلاء ذكر الله عز وجل وإحياء ذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك حتى عمر قال كما جاء عنه، قال كان يخاطب الحجر الأسود، قال والله إني لا أقبلك، يقبل الحجر ويقول إني لا أقبلك وأعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فالآن هذا التذكير أنه هذه الأعمال إنما يفعلها الإنسان أولا اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أداء لما افترض الله تبارك وتعالى علينا من حج بيت الله الحرام، ولكن الهدف الأساسي ليس مرتبطا بهذه الأشياء بذاتها، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، والهدف منها إحياء ذكر الله عز وجل ورفع ذكر الله تبارك وتعالى والتأمل فيما كان، سواء فيما يتعلق بقصة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأساس بنائه للكعبة، وما يتعلق بالحوار الذي جرى له مع الشيطان، أو فدية الله عز وجل، أو ما ابتدى الله تبارك وتعالى به إسماعيل عليه الصلاة والسلام بشريعة هذه الأضاحي. هذه أشياء مهم جدا أن الإنسان يستشعرها وهو يفعلها، فلا تكون أفعالا مجردة، كأن الإنسان يؤدي فقط جدع هم مثلا، أو أنه حمل على ظهره يريد أن يتخلص منه، وإنما يفعلها يعني سيرا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم، يفعلها وهو يستحضر مراقبة الله تبارك وتعالى، يفعلها وهو يستحضر رحمة الله عز وجل، يفعلها وهو يستحضر ما يتعلق بمباهاة الله عز وجل بالحجاج قاصدي بيت الله الحرام الصادقين المخلصين. هذه أمور في غاية الأهمية، ينبغي علينا ألا نغفل عنها، وألا يعني يأخذها الإنسان أو يمر بها مرورا عابرا، وإنما يفعلها وهو مستحضر لما فيها من المعاني العظيمة.